اهلا بيكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان ومتابعه كل الاخبار الرياضيه المختلفه من جميع الملاعب ومن كل الصالات العالميه والافريقيه والعربيه وبالتاكيد الاخبار والمتابعات المحليه. ضيوف حلقتنا النهارده في ملاعب الابطال معايا هيكون ان شاء الله خلال الجزء الثاني من حلقتنا مرام محمد لاعبه منتخبنا الوطني للمصارعه واللي تحصلت على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للناشئين في الاردن واسم جديد في الرياضة المصرية في الوقت الحالي هيكون عليها أمال في المستقبل وأكيد هنتكلم عن طموحاتها وطموحاتنا اللي هتكون معاها كبيرة جدا في خلال السنوات القادمة بطبيعة الحال. وكمان هيكون معانا في ضيافتنا أيضا النهاردة كابتن كريم جابر مدرب منتخب المصارعة للسيدات للناشئين واللي أكيد عنده حكايات وخبايا وأسرار وطموحات وإن هو يستطيع ان هو يصل بلعبة انها تكون صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين، اكيد امر في غاية الاهمية وفي غاية الصعوبة ايضا. استنونا في فقرتنا الحوارية في الجزء الثاني من ملاعب الابطال مع مرام محمد وكابتن كريم جابر وحديث مطول عن المصارعة النسائية المصرية، خليكم معانا. النهاردة انطلقت منافسات مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في المشاركة رقم 14 لمصر في كل تاريخنا في دورات الألعاب البارالمبية. ممكن تكون البداية النهاردة مش موفقة قوي، النتائج لم تكن على قدر الطموحات ولا التوقعات، كنا طمعانين ان النتائج تكون افضل واقوى من كده، خاصة ان البداية في المستوى الجماعي، يعني مثلا بتتكلم على الكرة الطائرة كرة الهدف، يعني الاثنين دول بالتحديد كان فيهم أمال كبيرة قوي. تنس الطاولة الأمور بعيدة بعض الشيء عن المنافسة، كمان البوتشيا، ولكن بداية يعني مش عايز نبص لها بنظرة تشاؤمية، عايز نكون متفائلين. في نتائج سلبية، لكن دعونا نتفائل ونحدد احنا عايزين ايه بشكل عام، ايه ممكن ننافس عليه عشان نكون منطقيين في الحكم على اللعيبة وعلى المشاركة بشكل عام. بالنسبة لي طبعا كانت هزيمة منتخب الكرة الطائرة جلوس النهاردة أمام منتخب البوسنة والهرسك مش متوقعة تماما، كانت التوقعات لمنتخب الكرة الطائرة جلوس أنه مرشح للمنافسة على ميدالية مع المنتخب الإيراني طبعا القوي قوي نمرة واحد على العالم. منتخب الطائرة بدأ المباراة بشكل جيد جدا، فاز بالشوط الأول 28-26 وبعد كده هزيمة في ثلاث أشواط متتالية، حصل حالة من الانهيار يمكن الشوطين الثاني والثالث والرابع النتيجة كانت كلوز جدا 25-23، معناها اللي انت يعني ما كانش عندك توفيق قوي. لكن هزيمة لو بنتكلم عنها بشكل عام مش متوقع، يعني منتخب الطائرة جلوس كان ممكن يفوز باللقاء ده بشكل منطقي جدا، ولكن درس لازم نتعلم منه. مازال أمامنا لقاءين في المجموعة، يمكن اللقاء طبعا أمام صاحبة الأرض المنتخب الفرنسي هيكون يوم السبت القادم، دايما لقاءات صاحب الأرض بتكون في غاية الصعوبة، ولنا العبرة طبعا في الأولمبياد شفنا تشجيع جنوني لكل الجماهير الفرنسية لكل أبطالها وكل منتخباتها، وبالتالي الجيم لن يكون في المتناول حتى لو أنت فنيا متفوق عليهم بعض الشيء يعني. لكن عندنا كمان لقاء المنتخب الكازاخستاني يوم الاثنين القادم، و الوضع بالشكل الحالي وبعد الهزيمة في اللقاء الأول اتعقد بعض الشيء، لكنك قادر على انك تصحح المسار في اللقاءين القادمين، لان طبعا الهدف كان في البداية ان انت تكون اول مجموعتك عشان تتجنب مواجهة المنتخب الإيراني في الدور قبل النهائي، انك تكون اول المجموعة وبالتالي تتجنب ان انت تقابل اول او يعني لو انت طلعت تاني زي الوضع الحالي اللي هو أقصى شيء ممكن هتصطدم بأول المجموعة المقابلة في الدور قبل النهائي، وبالتالي هتكون مواجهة صعبة جدا. لكن بنتمنى كل التوفيق لمنتخب الكرة الطائرة جلوس إن هو يعني عنده من الإمكانيات وعنده من السمعة ومن الإمكانيات والطموحات والوضع الحالي واللعيبة اللي موجودة
ان هو ينافس على ميداليه باذن الله. كمان النهارده من ضمن المنافسات منتخب كره الهدف اللي بيشارك لاول مره في الاولمبياد من 32 عام، يعني من اولمبياد او بارالمبياد برشلونه 92 لم نتواجد على الاطلاق في كره الهدف. هزيمه امام منتخب اوكرانيا بنتيجه 6-3. الشوط الاول كان خلص بنتيجه 3-1 للمنتخب الاوكراني وكمل في تفوقه حتى نهايه اللقاء. هنا الكلام مختلف شويه عند منتخب كره الهدف عن الكره الطائره. يمكن انت بقالك سنوات طويله جدا غايب عن البارالمبياد، بتواجه بطل اوروبا فريق قوي جدا. احنا فزنا على اوكرانيا في بطوله الاهرام الدوليه هنا في مصر، لكن الامور في المنافسات الدوليه يعني في البارالمبياد بتكون مختلفه تماما. المنافس هنا بيكون يعني بتكون في شراسه، بيكون في جديه اكتر، وبالتالي الوضع بيكون او المقارنه لا تكون جائزه قوي. من احداث الجيم احنا عملنا لقاء كويس قوي، يعني كان في نديه ومازال متبقي ليك، يعني مواجهه امام المنتخب الصيني ومنتخب اليابان نقدر ان احنا نحقق نتائج افضل، لان يعني في لعبه كره الهدف المستوى بيكون متقارب. يعني رغم ان منتخبنا بيلعب بعناصر شابه بعض الشيء بيجهز جيل جديد للعبه، ولكن عندنا طموحات ان هو ينافس وان هو يؤدي بشكل افضل في قادم اللقاءات في المجموعه بتاعته. وتعالوا دلوقتي مع بعض كده نستعرض مع بعض نتائج بحثتنا النهارده في دوره الالعاب البارالمبيه في اول يوم في المنافسات. زي ما اتكلمت على كره الهدف، هزيمه لمنتخبنا الوطني امام منتخب اوكرانيا بنتيجه 6-3. منتخب البوسنه والهرسك هزيمه بثلاث اشواط مقابل شوط وحيد. في لعبه تنس الطاوله كان عندنا هاجر السيد وهناء حماد وهزيمه بثلاث اشواط مقابل لا شيء من زوجي النرويج، وعندنا كمان خالد رمضان واسلام رسلان هزيمه بثلاث اشواط مقابل لا شيء من زوجي بولندا. فوزيه الشامي وعلاء سليمان هزيمه بثلاث اشواط مقابل لا شيء من زوجي البرازيل، وخالد رمضان وفوزيه الشامي ايضا هزيمه من زوجي سلوفاكيا ثلاث اشواط مقابل لا شيء. سيد يوسف وهناء حماد برضه هزيمه ثلاث اشواط مقابل لا شيء من زوجي فرنسا. وفي السباحه الوضع كان افضل بعض الشيء، كان عندنا زياد طارق تاهل لنهائي 50 متر حره حقق رقم افريقي جديد، كمان زياد هشام تاهل لنهائي 200 متر حره وعمل رقم افريقي جديد، نتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. في البارا تايكوندو سلمى علي، يعني اعتقد ان سلمى علي في الوقت الحالي المنافسات جاريه وبالتالي بنتمنى ليها كل التوفيق. وعندنا في البوتشيا هنا متعادله في الوقت الحالي تعادل ايجابي 2-2. الجوله الاولانيه انتهت وشغالين يعني بعد لحظاتها تنطلق الجوله الثانيه. الجوله الاولى هي كانت متقدمه بنقطتين مقابل لا شيء، وبعدها اللاعبه الجورجيه تمكنت من تعديل النتيجه. في البوتشي عندنا هناء الفار هزيمه بثلاث نقاط مقابل اربعه امام الكنديه اليسن ليفني. محمود النبوي هزيمه 11 لا شيء امام التايلاندي برونشوك لاربن. واللي احنا نتعلمه من نتائج اليوم وناخد منه دافع معنوي ان احنا لازم نعوض في اللي جاي. عندنا من الامكانيات، عندنا من الطموحات، من الخبرات، من الاعداد الجيد قبل البارالمبياد ان احنا نعوض فيما هو قادم. غدا هتكون منافساتنا في ثلاث العاب فقط، ثلاث رياضات، عندنا البوتشيا كمان البارا تايكوندو والتجديف، دول الثلاث العاب اللي هيكونوا موجودين معانا غدا في البارالمبياد. لو بدانا بالبوتشيا عندنا محمود نبوي امام اكليدس جريساليس من كولومبيا الساعه 11:30 دقيقه ظهرا. عندنا هناء الفار امام نورمات سالم من ماليزيا في السادسه مساء، وفي البارا تايكوندو عبد الرحمن محمود امام جورجي نيكولاتزي من جورجيا 12 ظهرا وتسع دقائق. وكمان في التجديف عندنا الثنائي علي الزيني ومروه عبد العال زوجي، كمان عندنا في زوجي المختلط، المختلط عندنا في 12:30 دقيقه ظهرا، كمان هيكون علي الزيني ومروه عبد العال هم الزوجي المختلط اللي عندهم في الساعه 12:30 دقيقه ظهرا. رفع الاثقال البارالمبي عليه امال ضخمه جدا، يعني دايما رفع الاثقال في البارالمبياد بيكون ليه كوته ميداليات كبيره قوي، واحنا دايما بنتالق في منافساته. منافساته هتنطلق امتى بقى؟ يوم 4 سبتمبر، وده
علشان نكون منطقيين متوقعين ان احنا ننافس فيه على عدد كبير من الميداليات. عندنا ابطال عالم وابطال اولمبيين بيشاركوا، زي مثلا لو بنتكلم، مش عايز اقول الاسامي عشان ما انساش حد، لكن بتتكلم في شريف عثمان، رحاب رضوان، كمان محمود صبري، مجموعه كبيره من الابطال اللي عندهم الامكانيات ان هم يستطيعوا من جلب ان يستطيع ان يجلبوا ميداليات باذن الله. ان شاء الله يفرحونا بالميداليات وبالتحديد الميداليات الذهبيه، وزي ما شفنا يعني فرحه ابطالنا وتفاؤلهم امبارح في حفل الافتتاح، عايزين نتفائل بالمنافسات اللي جايه، وان شاء الله نتمكن ان احنا ننافس ونحقق طموحاتنا في الفوز بميداليات بارالمبيه ونسمع. وده اهم حاجه، يعني السلام الوطني المصري بيعزف في باريس مره ثانيه بعد ما سمعناه وتمزجنا بيه في الاولمبياد اللي فاتت مع بطلنا احمد الجندي البطل الذهبي اللي تحصل طبعا على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث. كل الدعم لأبطالنا في البارالمبياد بدون أي ضغوطات على الإطلاق، كلهم أبطال، كلهم تحدوا أعقاد، كلهم تحدوا يعني ظروف صعبة جدا، ومجرد إن هم يكونوا بيمارسوا رياضة أيا كانت النتائج بتاعتهم فهم في عيوننا أبطال بمعنى الكلمة. سؤال حلقتنا النهاردة، إيه هي الألعاب الأقرب لحصد ميداليات للبعثة المصرية في بارالمبياد باريس؟ تعالوا نشوف إجابات حضراتكم. أحمد النظلي، بإذن الله ميدالية في التجديف وألعاب القوة وتنس الطاولة والسباحة وميداليات كتير في رفع الأثقال. يا سيدي على التفاؤل. أحمد سرور بيقول رفع الأثقال وألعاب القوة، محبكها يا أحمد، كنت فتحت لعبتين ثلاثة كمان. ماشي ناخد اللي بعده. عندنا سامح علي، الألعاب الأقرب لحصد ميداليات للبعثة المصرية رفع الأثقال والتجديف البارالمبي، أطيب الأمنيات لكل أبطالنا وبطلاتنا بالتوفيق، رفع على مصر إن شاء الله بإذن الله. عمد عباس بيقول رفع الأثقال. محمد عبد المحسن بيقول رفع الأثقال وألعاب القوة. أحمد بدوي شمس بيقول رفع الأثقال. واضح يعني ناس متابعة، يعني ناس عارفة أن رفع الأثقال دايما بيكون عندنا فيها أبطال بارالمبيين، وبالتالي نتمنى كل التوفيق. اللي يعني خبر للأسف سلمى علي، هزيمة في لقاء تحديد الفائز بالميدالية البرونزية، خسرت بأفضلية التحكيم. احنا قلت لكم من لحظات أنها كانت متعادلة 2-2، لكن بأفضلية التحكيم هزيمة، وبالتالي فقدت الفرصة أن هي تنافس على ميدالية. يمكن دي أول ميدالية نكون بننافس عليها وما يكونش فيه توفيق، فنتمنى بإذن الله أن القادم يكون أفضل. وهارد لك لبطلتنا سلمى. كل يوم بيكون معانا أسطورة رياضية كتبت تاريخ في مسيرتها الرياضية، وبمناسبة الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 هنستعرض مع حضراتكم بعض السير الذاتية للأبطال اللي حققوا عدد كبير من الميداليات في الدورة. وأسطورة حلقتنا النهاردة لاعب ألعاب القوة الأمريكي كوينسي هال اللي حقق الميدالية الذهبية لمنافسات 400 متر عدو. تعالوا نتعرف على مسيرته وبعدها نكمل كلامنا. عندنا تفاصيل كتير في حلقتنا النهاردة، تعالوا نتعرف على العناوين. منتخب الطائرة يخسر من الأرجنتين في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين. معسكر مغلق لمنتخب اليابان لكرة اليد بالقاهرة أكتوبر المقبل. ناشئ وناشئات السلة في جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة أفريقيا. انطلاق منافسات الموسم الجديد للجمباز ببطولة البراعم.
التايكوندو يحدد 300 جنيه رسوم الاشتراك في تصفيات منتخب البومزة. اشتعال المنافسات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا في ملاعب الأبطال. خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وتعالوا نبدا اخبارنا الجمعيه من اخبار الكره الطائره. منتخبنا الوطني للناشئين هزيمه امام المنتخب الارجنتيني بنتيجه 3-2 في لقاء الدور ربع النهائي في بطوله العالم للناشئين تحت 17 عام المقامه في التوقيت الحالي في بلغاريا بعد لقاء ماراثوني. المباراه بدات بتقدم منتخب الارجنتين وفاز بالشوط الاول بنتيجه 25-23، وفي الشوط الثاني فاز منتخبنا بنتيجه 25-22، وفي الشوط الثالث فاز المنتخب الارجنتيني بنتيجه 25-16. بعدها واضح يعني تراجع منتخبنا جدا في الاداء في الشوط الثالث، ورغم كده في الشوط الرابع نجحنا في الفوز بنتيجه 25-21، ولكن في الشوط الحاسم والشوط الخامس هزيمة بنتيجة 15-9 عشان ويخرج منتخبنا الوطني من الدور ربع النهائي ويتوجه للعب على المراكز من الخامس للثامن. في رأيي يعني كانت فرصة كبيرة قوي ان انت تنافس على مركز متقدم في البطولة الحالية، كنت يعني قاب قوسين أو أدنى من أنك تعمل المفاجأة وتصل للدور قبل النهائي. لكن لو بنتكلم بشكل عام، منتخبنا كان عنده ميزة في مباراة النهاردة أن هو لم يخوض لقاء الدور ثمن النهائي أو لقاء دور 16 بسبب انسحاب منتخب أوزبكستان، وبالتالي كنت مريح يعني على مثلا وضع او يعني المسار او المشوار بتاع منتخب الارجنتين لعب جيم قبلك، فكان في حاله من الارهاق بعض الشيء، ولكن قدر الله وما شاء فعل هزيمه لمنتخبنا الوطني للكره الطائره للناشئين امام المنتخب الارجنتيني، ومن الكره الطائره لكره اليد طبعا اتحاد كره اليد برئاسه الدكتور محمد الامين تلقى موافقه من نظيره الياباني على دخول منتخب اليابان في معسكر مغلق بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل. هيتخللوا لقاءين وديين مع منتخبنا الوطني لكرة اليد. المعسكر هيأتي ضمن استعدادات المنتخبية للمشاركة في بطولة العالم اللي هتقام في شهر يناير المقبل بتنظيم مشترك ما بين كل من كرواتيا والدنمارك والنرويج. ومنتخبنا كان أنهى مؤخرا طبعا مشاركته في أولمبياد باريس الماضية، وتوقفت رحلته عند الدور ربع النهائي بعد الهزيمة الدراماتيكية أمام المنتخب الأسباني في لقاء كان في غاية الصعوبة امتد للوقت الإضافي وما كانش التوفيق حليفنا، فنتمنى أن التوفيق يكون حليف منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة العالم المقبلة، ونتمكن بإذن الله من فك النحس وأن احنا نجيب ميدالية، لأن هذا الجيل بإذن الله يستحق أن هو يكون متوج بميدالية ويكون موجود على منصات التتويج بإذن واحد أحد. اتكلمنا في الكرة الطائرة وكرة اليد، اتكلم بقى في اللعبة الجماعية الثالثة كرة السلة. منتخبات كرة السلة رجال وسيدات تحت 18 عام سافرت النهاردة لجنوب أفريقيا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، واللي من المفترض أن تقام خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل. وقائمة منتخب الناشئين هتضم كل من
عندنا يوسف الحلواني، محمد طارق، عمر موفق، علي عصران، احمد نضال، محمد وائل، عمر الكرداني، انس رزق، ياسين عبده، احمد فادي، عمر عصام، وعمر قلب بلاوي. وبيقود المنتخب فنيا الكابتن احمد الجرحي وعمرو ابو الخير مشرف عام وحمدي المناعي رئيسا للبعثه. وعلى مستوى الناشئات بقى بيضم المنتخب كل من عندنا مريم وسيم، خديجه عثمان، فيروز محمد، نور جمال الدين، هنا الجولي، هايا عبد العال، ليلى الصناديلي، ملك الحملي، هنا حتحوت، نادين الياس، هايا الحلواني، جود جمال. وبيقود المنتخب فنيا كابتن مصطفى هدهود، ومعاه حسين البشبيشي رئيسا للبعثه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للناشئين، وايضا منتخبنا الوطني للناشئات، وان شاء الله يكون لقب البطوله من نصيبهم، وتكون يعني تذكره للتاهل للمشاركه في كاس العالم، لان تذكرتك عشان تتأهل لكأس العالم بيكون من خلال البطولة القارية. فعلينا بإذن الله إن احنا نتخطى كل العقبات بقى الصعبة اللي هتواجهنا خلال هذا المحفل القاري. بكده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الجمعية، تعالوا نتعرف على تفاصيل أخبار ألعابنا الفردية. خلونا نبدا اخبار العابنا الفرديه، لكن في الاول نتكلم على بطلتنا في البارا تايكوندو سلمى علي، اللي طبعا يعني هزيمه كانت قاسيه جدا بعد التعادل الايجابي وبافضليه التحكيم. شايفين اللعيب بيبقى طبعا في غايه التاثر والحزن، ودموع بتبقى يعني بتبقى غاليه، دموع بتبقى يعني بتبين لك قد ايه اللعيب ده بيجتهد وبيتعب وبيكون بيسعى ان هو يحقق حلمه وحلمنا كلنا في ميداليه اولمبيه او ميداليه بارالمبيه. بنقول لسلمى ولا يهمك، معلش اكيد كل شيء نصيب، انت اجتهدتي وتعبتي، وحتى النتيجه بتدل ان الجيم كان في غايه الصعوبه وجيم كان متكافئ، يعني انت ما دخلتيش اللقاء وهزيمه بقى فرق سكور كبير قوي، الحاجات اللي احنا بنكون متضايقين منها ويكون الواحد مش مبسوط بالاداء. لكن سلمى لاعبه من اللاعبات البطلات العالميه، نمره 4 على العالم في التصنيف العالمي، فانا متاكد انها قد ايه كانت بتطمح لتحقيق ميداليه، لكن بنقول لها معلش يا سلمى شدي حيلك والقادم افضل باذن الله. من اخبار الجمباز، انطلق النهارده اول منافسات الموسم الجديد للجمباز المصري المحلي ببطوله مهرجان البراعم للجمباز الفني تحت 7 اعوام، واللي بتقام في الصاله المغطاه بنادي مدينه نصر. الجمباز عنده موسم طويل من البطولات المحليه في جميع المراحل، والبدايه من النهارده، وتقريبا يعني اول اتحاد محلي بيبدا نشاط الموسم الجديد 2024 2025، وان شاء الله يكون موسم موفق للجمباز المصري. ودايما بنطمح بقى ان احنا نشوف الجمباز يعني في يوم من الايام في الاولمبياد بيحقق لنا ميداليه، لان ده شيء لم يسبق لينا على الاطلاق ان احنا نحققه. نروح لاخبار التايكوندو. الاتحاد المصري للتايكوندو حدد مبلغ 300 جنيه رسوم الاشتراك في بطوله تصفيات اختيار منتخب مصر للبومزه، واللي هيتم استئنافها بداية من يوم 6 سبتمبر على صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية، ويوم 14 سبتمبر على صالة نادي سيتي كلوب في طنطا، بالنسبة لمنطقة وسط الدلتا والقاهرة والجيزة، وده للأعمار السنية تحت 14 عام و17 عام وكمان تحت 30 عام، في ظل خطة اختيار عناصر المنتخب للبومزة استعدادا للبطولات والمنافسات القادمة. بكده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الفردية، تعالوا نتعرف على تفاصيل أخبار الألعاب العالمية.
تغلب النرويجي كاسبر رود على الفرنسي جايل مونفيس في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة، و6-4 و6-1 و1 لا شيء قبل ما يضطر ألكسندر شيفشانكو إلى الانسحاب بسبب الإصابة، وسيواجه تيافو في الدور الثالث بن شيلتون. بكده خلصت تفاصيل أخبار حلقتنا النهارده. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا مرام محمد لاعبة منتخبنا الوطني للمصارعة، وكمان كابتن كريم جابر مدرب منتخبنا الوطني للمصارعة النسائية للناشئين. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، وزي ما اتكلمنا قبل الفاصل ان كان عندنا بطله في المصارعه النسائيه تمكنت من حصد ميداليه برونزيه في بطوله العالم للناشئين. البطله موجوده معانا مرام محمد، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، نور الدنيا. منور حضرتك. ومدربها كابتن كريم جابر. كابتن كريم ازي حضرتك؟ نور الدنيا، دمورك والله، ربنا يخليك يا رب. ابدا بيكي يا مرام، وتقولي لي اجواء البطوله كانت في الاردن، استعدادك ليها كان عامل ازاي؟ هل قبل توجهك للاردن وقبل منافسات البطوله كان في توقع انك تجيبي ميداليه، ولا انت كده عملتي نتيجه مفاجاه بعض الشيء؟ هو الاول استعدادنا كان قبل البطوله بشهر، عملنا استعداد في المركز الاولمبي. حلو. كان بيبقى التمرين تمرينتين في اليوم، صبح وليل. بعد كده رحنا عسكرنا في الاردن قبل البطوله 15 يوم. انت سايب بعيد عن اهلك بقى لك مده طويله قوي. للاسف. عملنا برضو استعدادات هناك، وكان مشارك في المعسكر ده 3 دول، مصر وتونس والاردن. حلو. بس بعد كده لعبت البطوله. حلو. والحمد لله يعني ربنا كرمني. كابتن بقى تقول لي انك تجهزها، اكيد اللعيب في السن ده بيبقى برضه متعلق باهله وباصدقائه، ان هو يكون في معسكر طويل شويه ممكن ياثر عليه بعض الشيء، كنت بتجهزها ازاي؟ وبقالك قد ايه شغال معاه؟ هو مرام معايا من سن صغير جدا. كام؟ يعني من 12 سنه، وهي سن والله 12 سنه. ده في العادي في اللعبه سن مبكر ولا ده طبيعي؟ لا هو طبيعي. ده طبيعي، وهي منذ الصغر يعني كانت موهوبه جدا، وده اللي كان لفت نظري ليها. حتى كنت قايل لمامتها ان احنا مستني لها مستقبل من صغرها، وهي موهوبه ما شاء الله عليها. بالنسبه بقى جهزناها. طب خليني اخدك بس واحده واحده، ايه اللي شفته لفت انتباهك في السن ده قوي؟ يعني ايه المقومات بتاعه المصارع بالتحديد في المصارعه النسائيه اللي ممكن تقول لا ده لعيب تالنتد، لعيب موهوب قوي؟ كان استوعابها للتدريب سريع جدا، كان قياساتها مظبوطه جدا، ففي التدريب كانت على قدر ما استطاعت يعني ان هي توصل في وقت قصير معايا لمستوى فاجئك. فاجئنا كلنا بصراحه. البطوله بقى خش في الجد بقى. البطوله جهزنا لها من المركز الاولمبي، قعدنا فيه شهر، وبعد كده رحنا معسكر خارجي في الاردن ما بين 3 دول، تونس ومصر والاردن. جهزنا، كنا متمرنوا كل يوم، وكانت الاجواء ساعدتنا كمان هناك ان احنا على اجواء البطوله وكده، ان احنا في نفس البلد اللي احنا هنلعبوا فيها عسكرنا فيها. فدي من ضمن برضك الحاجات اللي هي ساعدتنا ان احنا نقدروا نحققوا حاجه، وكان معسكر ممتاز جدا بصراحه. ايه اكتر حاجه كابتن يعني بيضغط عليكي فيها؟ لا خلال التمرين، ملاحظات مثلا فنيه خلال الماتشات؟ لا بصراحه كابتن كريم. كابتن مخوفك؟ مش بيضغط عليا خالص. لا 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 بصراحه لا، ما فيش خالص الكلام ده. طب حلو. فكره التواجد في الاردن بشكل مبكر بعض الشيء قبل البطوله، طبعا ساعدك في ايه؟ هي البلد اصلا نفسها يعني مريحه يعني، واخدنا على اجواء البطوله بدري،
في التمرين كمان هناك، والمعسكر ساعدنا في التدريب يعني وكده. بس اجواء الاردن حلوه، لكن طبعا بعيدا عن الاكل، كنافه نابلسيه والكلام ده كله اظن ممنوع الحاجات دي. لا كنا قافلين عليها. ولا كان بتاكل؟ لا لا كنا قافلين عليها. حضرتك كنت بتاكل عادي؟ انا كنت باكل. قول لي، احكي لي الدنيا في الاردن كانت عامله ازاي؟ لا بصراحه شعب جميل جدا، وقفوا جنبنا بطريقه ما اقولكش. من اول رئيس الاتحاد، الاصغر لاعب في البطوله، حتى اللي كانوا مشاركين في التنظيم. بصراحه هم محبين للعبه يعني، اللعبه محبين عندهم للعبة ليها شعبيه ولا مش قوي؟ لا هناك اللعبه مش شعبيه قوي، بس احنا كعرب كانوا متعاطفين معانا قوي. كانوا واقفين جنبنا بطريقه فعلا هايله. وحتى في المدرجات كانوا عاملين لنا اجواء كده جميله كمشجعين يعني. كان في ماتش حتى ما بين النهائي اللي هو اتلعب ما بين مرام والصين، والجمهور الصيني ورايا، عاملين جو رهيب. كنت خايف ان مرام تاخد بالها من الموضوع ده وتحطه في دماغها في الماتش. جال الجمهور الاردني جنبينا، غطى على السنين تماما، على تشجيعهم، تشجيع رهيب. ما كنتش متخيل، حسيت ان مرام الطاقه جات لها من هنا. فعلا فعلا مرام نزلت الماتش لقيتها هي بتلعب لوحدها من غير توجيهات. الماتش خلص 11-0 عدم تكافؤ. فعلا بس يعني هو شعب جميل بصراحه. ده ماتش تحديد المركز الثالث، الثالث والرابع. بالنسبه لك متعوده على اللعب في اجواء جماهيريه ولا دي كانت خضه حاجه بالنسبه لك، اجواء جديده؟ لا اجواء جديده. في ماتشاتك هنا مفيش الاجواء دي؟ في بس مش يعني مش بالكم ده او مش بالطريقه دي. قلقتي لما لقيتي في البدايه جماهير صينيه بتشجع وكده ولا ما حطيتيش ده في دماغك؟ لا ما يعني ما اثرش عليا بصراحه. لا هو من النتيجه واضح. طب احكي لي بقى، خلال مراحل البطوله المختلفه، البدايه كانت عامله ازاي؟ اصعب المنافسين اللي انت قابلتيهم، الاجواء بقى، بتكلم على منافسات البطوله الفنيه والخصوم، الناس اللي كانت يعني في بعض الصعوبات امامهم في الماتشات يعني. هو انا اول ماتش لعبته مع التونسيه كان ماتش يعني مش كان كويس يعني، مش صعب قوي الحمد لله، ربنا وفقني وعديته. نتيجته كانت كام؟ كانت 4-0 وتثبيت كتف. بعد كده لعبت مع تركيا، كانت هي بطلة اوروبا. لا تركيا بطلة اوروبا، بطلة اوروبا وخامس عالم. كان ماتش صعب. هو في ناس كتير ما كانتش متوقعه ان انا تعدي الماتش ده. اعدي الماتش فعلا. بس الحمد لله برضو ربنا وفقني وخلصت 3-3، بس انا سجل اخير يعني. الماتش اللي بعده كان سيمي فاينل مع الهنديه، ده اللي كان فيه الهزيمه بقى. ده اللي كان فيه الهزيمه. كان في فرق قوة بصراحة، وأنا كمان كنت بلعب وأنا كتفي مخلوعة يعني. وكتفك مخلوع؟ وده ينفع عادي؟ نبذة صغيرة بقى عن إصابة، إحنا مرام في البطولة ديت إحنا كنا جايبين لها الدكتور قاعد جنبها. هيعمل إيه ما هو كتفها مخلوع؟ الدكتور عمل لها كتفها أكتر من مرة، طبعًا في إصابة في الركبة. بيردوا يعني ولا بيعمل إيه؟ لا هو اتخلع قبل البطولة بثلاث أيام وترد. حلو. بس طبعا في عادي الدكتور قال لك اجازه انك انت تلعبي عليه عادي. هو كان لازم العب. هو لا يعني هتلعبي وتجيبي نفسك بعد الشر اي اصابه قويه؟ هو ما ينفعش، لازم العب. بس ده في اللعبه ده بيحصل. بيحصل عادي. بيحصل عادي. بيحصل حاجه عادي. مش طبيعيه. ده في الاصابات احنا واخدين على كده اصلا. كنا جايبين الدكتور جنبها ما بيقومش. على طول شغال على كتفها، كانت ركبتها كمان فيها اصابه. فهي انا بقول لولا الاصابه ديت كانت ممكن عدت بنسبه 90% من ماتش السيمي فاينل. طبعا. هي كانت احسن من الهنديه، هي عندها الفنيات بتاعتها هي اعلى بكتير من الهنديه. طب بس هي لولا الاصابه بس. هي اللي حكمتنا. لعبه بالشكل العنيف قوي، ايه اللي حببك فيها؟ حسيتها مختلفه يعني. ما في حاجات كتير في حياتنا مختلفة، لكن لا للعبة دي بالتحديد ايه اللي شدك ليه؟ هي ممتعة. هل حد مثلا من عيلتك، اخواتك، والدك او حاجة بيلعبوا لعبة ولا لا؟ لا هو بابا كان بيلعب العاب قتالية بس مش مصارعة، كان بيلعب بوكسينج. بس انا حبيت اللعبة يعني، انا فعلا حسيتها هي بتتحب يعني، هي ممتعة.
بدأتي الأول بقى رياضات تانية ولا دي كانت أول لا رياضة كانت تلعبيها؟ أول رياضة، أول رياضة أول على طول. رياضة ليا. رد فعل أصدقائك مثلا، أهلك، هل كان عندهم نوع من أنواع المنع مثلا، طبيعة اللعب عنيفة بعض الشيء لا ولا لا لأ؟ بالعكس، أهلي شجعوني جدا عليها ودعموني جدا. فعلا. تعليماتك ليها خلال البطولة، كلامك معاها، تجهيزك ليها بشكل النواحي النفسية كمان في السن ده، طبعا اللعيب بيبقى محتاج يسمع كلام يشجعه ويجمد قلبه يعني. طبعا طبعا، بعدت عن اي حاجه سلبيه، ان انا اديها اي طاقه سلبيه او تسمع لاي حاجه سلبيه، خليتها تبعد عن السوشيال ميديا اللي ده تماما. كنت دايما تشجيع تحفيز لمرام، حتى ساعه الميزان ما كنتش محسسه ان هي عليها ميزان، اقول لها انا واثق ان انت هتجيبي ميزانك، انا واثق ان انت هتلعبي وتجيبي ميداليه، ودايما تحفيز بقى. ده من ناحيتي انا، كانت اكتر حاجه التحفيز اللي مروم ان هي ممكن تعمل حاجه، كان عندنا امل ان هي تعمل حاجه ان شاء الله، وعملت الحمد لله. موضوع الميزان ده، موضوع ده شائك جدا، شفنا افلام هندي في الاولمبياد اللي فاتت. مين اللي بيبقى بيتابع معاكي؟ هل انت اللي بتتابعي بقى اكلك ونظامك الغذائي وميزانك طول الوقت، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ لا انا اللي بتابعه. انت اللي بتتابعيه، انا اللي بتابعه. كوتش ما بيتابعش معاكي. هو مش بيحب يطلع في الحته دي زي ما هو قال، عشان هو يعني بيديني ثقه في الحته دي، يعني هو عارف ان ايه انا اللي انت بتعمليه؟ اول حاجه بعمل انبادي وبشوف الفاتس في جسمي قد ايه، العضلات والكلام ده كله والميه. وبشوف بقى كده وبرتب على اساس ده انا هقدر انزل قد ايه في التمرين يعني. بس وتظبطي بقى اكلك، النظام التدريب بتاعك. طب نوعيه اكل معينه مثلا، لو انا عايز ازود الميزان بتاكلي مثلا حاجات معينه، بقى الكارب عايز انزل في بيعلى. الميزان شويه، ببذل مجهود اكبر في التدريب، ولا بتمشي ازاي الدنيا؟ بالظبط زي ما قلت كده. لو مثلا عايزه اعلي في الميزان بعلي الكارب، لو عليا ميزان بيبقى بروتين مع نسبه كارب بسيطه عشان اعرف اتمرن، برضو بعلي المجهود والباور في التمرين عشان اقدر يعني احرق. بس حصل لك قبل كده ان مثلا كان في بطوله في مشكله في الميزان وكان ممكن تستبعدي من البطوله، ولا ما لا حصلش؟ لا لا الحمد لله، لا قصه ما الميزان دي حصلش. من القصص الشائكه قوي في العاب اللي فيها موازين مختلفه، ولا بتشوفها ان لا، اللعيب اللي عنده خبرات اللي بيجيد التعامل مع المواقف دي بيبقى الدنيا سهله ما فيهاش مشاكل يعني؟ طبعا طبعا، هي موضوع الميزان دوت عايز شويه عزيمه بس ويكون عنده خبره. ما انزلش مثلا بميزان عالي خالص وانا مش عارف اتعامل معاه ازاي، لازم ابقى عامل انبادي، لازم اكلي يبقى منظم، حتى طريقه نومي. وكل ما الميزان بيقل الموضوع بيبقى اسهل، ولا ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه ملهاش طبعا، علاقه. لا خالص. بحس ساعات في الاوزان العاليه الموضوع بيبقى القوه البدنيه والجيم بيبقى فيه يعني صعوبات اكبر شويه، بعض الشيء من بيبقى الجيم فيه اللي بيبقى باور فيه شوية، بيبقى فيه باور طبعا، واضح يعني. الباور والقوة، لكن الأوزان اللي هي الصغيرة تبقى الفنيات أكتر من فنيات تبقى اعلى فعلا. تبقى كل طيب فرق. بالنسبه لك، ممكن تشوف ان مثلا مرام محتاجه ان هي تغير الميزان من ميزان لميزان تالي بناء على ايه؟ هل مثلا بتشوف المنافسين اللي قدامها، ولا هي حالتها في الوقت الحالي لا تلعب في ميزان اعلى او ميزان اقل، انت اللي تحدد ده، ولا هي؟ هي 90% هي 90% هي فعلا. ليه؟ هي اللي حاسه بقدراتها ايه، هي اللي بتعرض عليا. ايه رأيك يا كوتش ان احنا ممكن بس نغير برضه الميزان؟ في السن ده ما عندهاش من الخبرات انها تقول لك، او يبقى تبقى شايفه عندها رؤيه، انا امكانياتي او انا وضعي الحالي هي بتشور يتناسب مع كذا عليا وكذا. وانا برضك بساعدها في ده. هو الموضوع كله بيبقى دراسه برضه، مش يلا بينا هنلعبوا الميزان ده خلاص، لا احنا بنقعده وبنشوف من المنافسين بتوعنا. هل في السن ده بيبقى عندك المتابعه انك تبقى عارف مين مثلا الخصوم او المنافسين طبعا اللي هتلعب ضدهم، طبعا وبناء عليه حدد انا هلعب في انهي ميزان؟ طبعا بتعمله ده؟ طبعا، احنا عندنا خطه ان شاء الله ان احنا برضو يعني السن الجاي هنغير الميزان، الايام الجايه دي اعلى ولا اقل؟ ولا اعلى. خبايا دي مخبيين لسه مش هقول دلوقتي. لو حاجه، لو حاجه فيها مصلحتها بعد ما تقولش، معلش. مفيش مشكله. بس تغيير الميزان ده سببه ايه؟ ان احنا عايزين ان شاء الله تلعب في ميزان مؤهل الاولمبياد باذن الله. في موازين معينه موجوده في الاولمبياد بالظبط وموازين لا.
اه في مواسم معينه ومواسم لا. شايفه امتى تكوني موجوده في الاولمبياد؟ يعني مش بقى يعني طبعا لسه قدامك من السن انك انت لسه مش شرط الدوره الاولمبيه اللي جايه، ممكن كمان اللي بعدها، لكن حاسه انا امتى بامكانياتي بادائي في الوقت الحالي امتى انا ممكن اصلح ان انا اكون موجود في الاولمبياد؟ لا احنا باذن الله هنعمل اعداد يعني الاولمبياد لوس انجلوس اللي جاي اللي جايه باذن الله يعني. انت شايف ايه؟ لا واحنا ان شاء الله في الخطه اللي جايه ان شاء الله معالي الوزير اشرف صبحي، انا وعدنا ان هو هيعمل لنا خطه للاولمبياد، وبرضك الاتحاد المصري للمصارعه نفس الكلام. ايه ايه الوضع او ايه الخطه او البرنامج اللي شايف ان هي محتاجاه؟ محتاجه ايه عشان تكون في الاولمبياد اللي جايه مؤهله تكون موجوده وبتقدم اداء جيد؟ طبعا هي اهم حاجه المعسكرات والمعسكرات الخارجيه، ان هي يبقى في احتكاك خارجي اكتر من هنا، دوت برضك بيعلي المستوى بيسددها خبره، ده اساسي عشان يبقى ان شاء الله تعمل حاجه في الاولمبياد وتتاهل في الاولمبياد باذن الله. من الدول المتقدمه قوي في اللعبه، شفنا في بطوله العالم ماشيين كنت موجوده، فشفتي بقى دول مختلفه عندها لعيبه جامده جدا بتجيب ميداليات حتى في الاولمبياد. هم فارقين عننا في ايه في اللعبه دي؟ متفوقين ليه؟ ايه اللي انت شايفه احنا لو عملناه لا نناطحهم او ننافسهم هم بشكل جيد؟ عندهم اهتمام باللعبه زياده عننا شويه، من ناحيه المعسكرات الفيتامينات الحاجات دي كلها، يعني بيبقى فيه اهتمام ودعم للعبة أكبر مننا. هو الناقص بس الاهتمام والدعم، دي أكتر حاجتين شايفة إن هم لو موجودين وضعنا يبقى أحسن، بس كده مالكيش أي مطالب تانية؟ لا والمعسكرات طبعا الخارجية والاحتكاك كل ده هيفرق طبعا. اللعبة لعبة مكلفة؟ يعني بداية بقى ممارستك للعبة كنت بتحسي انك انت ضغط على اهلك شوية ولا لا مش مكلفة اكيد قوي؟ طبعا فعلا مكلفة، في ايه؟ طبعا مكلفة في الفيتامينات وانا رايحة تمريني وانا جاية تمريني وانا مسافرة مثلا المعسكر كل ده طبعا مكلف يعني. لازم في اللعبة دي بقى بتاخدي فيتامينات او طبعا مكملات؟ ما طبعا فيهاش، ما ينفعش. طب بيبقى في حد بقى بيشرف على الموضوع ده؟ لان طبعا بنشوف كم مشاكل بقى وموضوع منشطات والكلام ده كله من طبعا. الفيتامينات والمنشطات، هل في حد مسؤول بيتابع معاها؟ طبعا عندنا في الاتحاد المصري للمصارعه دكتور مجدي، دكتور مجدي المسؤول عن الفيتامينات واي ادويه بتخش الجسم. وفي اللعبه دي ما ينفعش انها مثلا تعتمد على بروتينات عاديه لا لحوم لا الكلام ده؟ لا ما لا ينفعش. ما ينفعش ياخد حاجه عشوائيه. لا انا بتكلم على الاكل العادي، ما ينفعش، مش كافي. ده مش كافي طبعا. فعلا كل الابطال في كل الدول التانيه لازم يكونوا كل بيعتمدوا الرياضات على لازم المكملات. يبقى فيه فيتامين معين بيعوض بيها كل اللي بيفقده في التمرين واثناء التخسيس برضو لازم. اللعبه لعبه مجهده، يعني بسمع ان تسخين المصارعه ده في حد ذاته تمرين بتمرينه لوحدها مظبوط. لا مجهده في لعبة جدا، تانية. مجهده مجهد. وعايزه باور عالي قوي، عايزه تركيز وباور وسرعه وقوه، وهي ميكس كده صعب قوي. بياخد بقى من وقتك في الدراسة بتاعتك؟ ازاي بتجمعي ما بين توفقي ما بين الاتنين ازاي؟ بحاول يعني اعمل بالانس من الاتنين، مثلا لو في المعسكر بتمرن اخلص تمرين اذاكر، لو عندي تمرين بالليل اتمرن اخلص اذاكر كده يعني. شايف في الوقت الحالي فيه اهتمام باللعبه؟ فكره ان احنا شفنا في الاولمبياد الناس كلها بتبقى عينيها على الالعاب الفرديه، كله عنده امال اللعيب الفلاني، كله تلاقيه بيبقى بنتحول لخبراء في كل الالعاب. ده بيخليكوا يعني بتهتموا اكتر، بتقولوا لا احنا وقت الجد وقت الاولمبياد لازم نكون في احسن حال او نكون في احسن صوره ممكنه؟ طبعا يعني ان شاء الله من الخطه اللي جايه باذن الله الاتحاد المصري بيدعم اللاعبين الناشئين والشباب ان هم يعمل لهم معسكرات دائمه، عشان في دائمه بمعنى ايه؟ يعني تبقى معسكرات دايمه على طول الايام اللي جايه دي. ما اللي فهموا المعسكر مثلا قبل البطوله بيبقى عندك معسكر مغلق لمده مثلا فعلا مطوله شويه. فعلا احنا بعد بطولة الجمهورية ان شاء الله بيبقى في معسكرات
اللي هم جابوا اول في اللعيبه اللي عندها بوتنشال، عندها من الامكانيات انها تجيب ميداليات بعد كده. فاللعيبه دي هتتجمع كلها، لان اصلا في اولمبياد شباب هتبقى موجوده في 26، فاحنا برضو بنحضر لها ان احنا برضك نبقوا لينا بصمه فيها باذن الله. هتبقى فين اولمبياد الشباب؟ في السنغال. في السنغال. طيب استاذنك، خلونا نطلع فاصل وبعد نكمل كلامنا في ملاعب الابطال، خليكم معانا. يا اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. مرام، اول بطوله دوليه لعبتيها في حياتك كانت نقله عامله ازاي؟ استعدادك ليها كان عامل ازاي؟ كانت 2022، كانت بطوله افريقيا في المغرب. قبلها بقى كلها بطولات محليه. مظبوط. كانت خضه بالنسبه لك؟ كنت كان في احساس خوف بصراحه كاول بطوله دوليه، بس اول ما دخلت يعني البساط و جو اللعب وكده الرهبه يعني راحت، بس والحمد لله جبت فيها اول يعني. جبتي اول؟ قلبها جامد ما شاء الله. لا مرام جدع ما شاء الله عليه. وقتها بقى انت كنت بتجهزها ازاي للبطوله دي؟ البطوله دي لعيب ان هو يتحول من البطولات المحليه فواخد على الاجواء لفجاه بطوله بره بلده بيبقى فيها خضه شويه. فعلا هو البطوله ديت كنت انا بجهزها، بس مش انا اللي كنت معاها اثناء البطوله دي، انا لسه منضم السنه دي حديثا يعني معاها. كان في كباتن تانية. طب تعالى ناخد على التليفون كابتن ابراهيم عادل مصطفى، عضو مجلس اداره اتحاد المصارعه. كابتن اهلا بيك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. منور الدنيا، كله تمام حبيبي يا استاذ ايمن، الله يبارك لك يا رب. قول لي تقييمك بقى للانجاز اللي عملته مرام، يعني الناس في الاتحاد راضيين عن مرام ولا كانوا شايفين انها تجيب ذهب كمان؟ طبعا في الاول ببارك لبنوتنا الصغنونه مرام وكابتن كريم وزمايلها برضو اللي كانوا معايا هناك، اللي هم عملوا نتائج كويسه رحمه ومريم. تمام. طبعا احنا كان نفسنا انها تجيب ذهب، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني هي عملت اللي عليها وكان ماتش قريب جدا اللي هي خسرته، والحمد لله بقى. ويعني هي توعدنا بقى ان شاء الله في اللي جاي ذهب ان شاء الله على طول يعني. ان شاء الله. شايف انتوا قبل البطوله كنتوا متوقعين عدد ميداليات معين، لعيبه تصل لمرحله معينه مثلا دور 8 دور قبل النهائي اللي هم حققوه ده فاق التوقعات، ولا لا ده اللي انتوا كنتوا محددينه من قبلها؟ يعني لو اتكلمنا على الفريق كمجمل تقريبا يعني كان ده التوقعات، كانت زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عندنا برضو الولاد مصر تقريبا لنفس الادوار اللي هم وصلوا لها في روميني، وفي البنات كان عندنا مواد جابت برونز، والسنه دي مرام جابت برونز. يعني نتائج طبيعيه يعني، دي اللي احنا كنا متوقعينها وكنا متوقعين منها يعني، كنا نفسنا ان الروميني حد او ان هو يجيب ميداليه، ولكن الولاد عملوا عليهم يعني، بالذات زياد وبوشكاش محمد، يعني ده يعني نتائج معقوله والمسار كويسه جدا هم عملوها. شايف الشباب في السن ده، اللعيبه في السن ده الشباب والناشئين، ايه اهم احتياجاتهم؟ يعني عمالين نسال مرام والكابتن ما بيقولوش حاجه، اللي هم محتاجين ايه يا جماعه؟ ما فيش، ما حدش بيقول حاجه، شكلهم ما في، الدنيا زي الفل، ما فيش اي احتياجات. خلاص الحمد لله. فانتوا كاتحاد شايفين اللعيبه في السن ده ايه اهم احتياجاتهم عشان بقى باذن الله يكونوا متواجدين على الليفل الكبار في بطولات اولمبيه، في دورات اولمبيه؟ طبعا هم السن بتاعهم ده النهارده المفروض ان شاء الله يعني دول عليهم الامل في لوس انجلوس وفي 32 استراليا اعتقد. تمام. طبعا هم في السن الصغير ده فرصه ان هم بيقدروا يشتركوا في بطولات العالم، اعتقد مرام دي تالت مشاركه ليها في بطوله العالم تقريبا. طبعا المشاركات دي في بطولات العالم على المستويات الكبيره بتبدا يكتسبوا فيها خبره، بيبداوا يشوفوا زمايلهم هم بيلعبوا معاهم، بيقدروا في السن ده يحس ان هو الفروقات مش كبيره بيني وبين الناس، ده روسي وده امريكي وده ايراني وده ياباني، بيلاقوا ان احنا بنعمل هاله كبيره قوي في السن الصغير ده للناس دي. اللعيبه لما يروحوا يلعبوا بيلاقوا ان مفيش المسافه قريبه، هي بس محتاجه شويه ثقه، محتاجه شويه معسكرات كتير، شويه بطولات اكتر من اللي هم بيلعبوها طبعا، بس طبعا شويه الامكانيات الماديه بتبقى عائق معانا يعني. بس احنا الفتره اللي فاتت بدانا ان في معسكرات كتير بنحاول نضم الناشئين مع الكبار فيها عشان يقدروا ياخدوا الخبرات بتاعتهم. برضو المسار القومي ما شاء الله يعني برعايه السيد الوزير،
تقريبا هم معسكرين طول السنة، وفي الفترات اللي بيكون فيها معسكر المنتخب بيتضموا معاهم، فأكيد ده طبعا بيرفع من مستوى اللعيبة. الفترة اللي فاتت يعني أعتقد منتخب الناشئين اللي هو تحت 17 تحت 20 لما مسافرين بكرة إن شاء الله، يعني كانوا تقريبا في أغلب المعسكرات موجودين مع المنتخبات الأولى. حلو. تمام، أكيد إن شاء الله يعني في الفترات اللي جاية بقى أكيد هيبقى فيه اهتمام أكتر باللي هم المميزين اللي فيهم، لأن مرحلة 17 دي تعتبر زي فلترة ليهم. يعني إحنا شايفين إحنا رحنا ب 13، فبان خلاص من 13 مين اللي إحنا ممكن نقدر نركز عليه في السنوات اللي جاية أو في المراحل اللي جاية بقى لما يطلعوا السنة الجاية إن شاء الله 20 سنة. إن شاء الله. يبقى خلاص إحنا كده قدرنا في مجموعة، المجموعة دي عندها ثبات انفعالي، عندها ثقة نفسها في الماتشات، عندهم قادرين هم مستواهم بيعلى بتطور، يبقى خلاص دول اللي احنا كده خدناهم دخلوا معانا زي مرحلة صفو أو مرحلة إعداد بقى للأولمبياد أو للبطولات الكبيرة بعد كده. كابتن إبراهيم نورت الدنيا، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا ليك كابتن إبراهيم عادل، طبعا واحد من يعني طبعا أبناء نجومنا السابقين. طبعا قول لي كابتن ابراهيم عادل قيمه وقومه عندنا في الاتحاد بكل التاكيد، قول لي اللي جاي عينيكوا على ايه وطموحاتكوا ايه؟ احنا طموحنا ان شاء الله ميداليه اولمبيه باذن الله. على طول كده دخلت في الجد باذن الله، باذن الله وهي قادره ان هي تعمل كده فعلا. انت يعني رؤيتك ليها من خلال التعامل، سماتها النفسيه في التعامل تحت الضغط، شايف انها تجيب ميداليه اولمبيه؟ تقدر، وهي طموحها اكتر من العالم، انا شايف ان هي اكتر من بطولات العالم. كتير، بس احنا بناخدها مرحله مرحله، يعني خدناها افريقيا وبعد كده خدناها عالم، ان شاء الله اللي جاي تبقى ميداليه اولمبيه باذن الله يا رب باذن الله. مين مثلك الاعلى من البطولات؟ يعني عندنا سمر حمزه في اعتقد كانت ميداني، ندى ميداني. ندى ميداني، ندى ميداني. في حد من يعني طبعا عندنا ابطال كتير قوي لكن لم يسبق لينا في المصارعه النسائيه ان احنا نجيب اي ميداليات اولمبيه. عندك الطموح تكوني اول بنت بقى اول مصارعه تجيب ميداليه في المصارعه النسائيه؟ طبعا طبعا باذن الله. مين مثلك الاعلى من اللي انا قلتهم او في حد تاني بالنسبه لك شايفه ستايلك كلهم حتى شبهه؟ لا انا بحترمهم كلهم والله، كلهم فوق دماغي، بس انا يعني باذن الله انا حاسه انك انت ليكي ليا ستايلي الخاص يعني. مش حلو، حلو كويس اللعيب يقول كده، اللعيب يبقى ليه شخصيته يبقى ليه سماته المختلفة. ممكن لعيبة اخد منهم الايجابيات لكن انا ليا اسلوبي. هم لعيبة كبار طبعا، سمر لعيبة عالمية وندى لعيبة عالمية، وان شاء الله احنا باذن الله اللي جاي يبقى فيه ميدالية اولمبية باسم مروان باذن الله، واتمنى ليهم التوفيق يعني في كل حياتهم، لعيبة كبيرة بصراحة. شفتي في الاولمبياد اللي فاتت بقى ابطال محمد جابر ده اللي كان يعني على وشك ان هو يجيب ميدالية، كنت بتتابعي الماتشات دي ولا مش قوي؟ طبعا تابعتي. وانا في الاردن كنا بنتفرج كل حاجه. كنت متفاعلين معاه ازاي بقى الماتشات دي؟ كنا احنا وجمهور الاردن كمان كنا بنتفرج كان في شاشات يعني شاشات والله كنا فاتحين لايف وكده ونتفرج يعني ونشجع. كان عندنا اثنين كانوا على وشك ان هم يجيبوا ميدالية، مين ومين؟ محمد جابر وعبد اللطيف منير. لا متابعه مذاكر. قول لي الاثنين رؤيتك حتى ليهم كان ايه اللي ناقصهم عشان يجيبوا ميدالي؟ محمد جابر وعبد اللطيف. انا شايف ان محمد جابر يعني كان مفاجاه وبصراحه عمل اللي عليه وزياده. محمد جابر كانت مفاجاه كبيره جدا، وهو لعيب بطل يعني. والكابتن علي طبعا ما اقولكش كان بطل كبير جدا، وعبد اللطيف برضك يعني لولا الاصابه اللي حصلت له في المباراه انا كنت شايف ان هو كان يقدر وتقدم. كان متقدم هو كان متقدم وهو كان يقدر، ما كانش فيه توفيق. كابتن كريم جابر نورت الدنيا، ربنا يخليك جزيلا ليك. بطلتنا مرام محمد، شكرا جزيلا ليك، نورت الدنيا. ربنا يخليك، شكرا. مندلك بقى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. خلص كلامنا وخلصت حلقتنا من ملاعب الابطال، اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه، الى اللقاء.